بدي رحب فيكم مشاهدينا من جديد بالساعة الثانية من برنامجنا، وهلا صار معنا عبد يمسي عليه. مساء الخير لك. مساء الخير. يسعد مساكم ايهم ونور، ويسعد مساء جميع مشاهدينا في كل مكان الى هذه الوقفة الجديدة مع حكي ميديا، وكالعادة رصد لابرز ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. الى موضوعنا الرئيسي لليوم، غصت صفحات الناشطين السوريين في اوروبا وتحديدا في المانيا بصور اعلان حفل المغني الموالي للنظام علي الديك، والذي من المفترض أنه سيحيي حفلة رأس ليلة رأس السنة في مدينة مانهايم بألمانيا برفقة عدد من المغنين. الإعلان هذا أثار استهجان واستنكار الكثير من السوريين المقيمين في ألمانيا، وذلك بسبب مواقف الديك الداعمة بشكل صارخ للنظام ورأسه بشار الأسد. النشطاء السوريون ومنذ إعلان هذا الحفل أطلقوا عدة حملات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي لمنع إقامة هذا الحفل. فمثلا من أحد هذه الحملات على موقع أفاز الشهير المخصص للعرائض وتوقيع العرائض، وصلت هذه العريضة إلى نحو 10,000 توقيع حتى الآن. طالب فيها السوريون المشاركون فيها، طالبوا بإلغاء حفل علي الديك، كون هذا الفنان هو أكبر داعم لنظام المجرم بشار الأسد بحسب ما جاء في البيان، وذلك عن طريق القيام بحفلات تشبيح في كافة أنحاء العالم لتلميع صورة النظام الفاشي وكسب الدعم الدائم والمستمر والعائد للنظام القاتل وبشكل مباشر. ويوجد من الوثائق الكثير والكثير والفيديوهات والأغاني التي يطلقها علي الديك دعما لنظام المجرم خير دليل. كان هذا الكلام طبعا من نص العريضة المنشور على موقع أفاز المخصص للحملات وجمع التوقع. الحملات طبعا أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها سرعان ما بدأت تحصد نتائج لدى المجتمع الألماني. مثلا الحزب الأخضر، الحزب أحد الأحزاب الألمانية الموجودة، نشر على موقعها الرسمي هذا البيان، قال فيه عنوانه لا لدعاية للأسد في مانهايم. أيضا جاء في البيان يحتج المجلس البلدي الأخضر على ظهور المغني والمؤيد للأسد علي الديك في مانهايم، حيث تم الإعلان عن حفل ليلة رأس السنة في 31 من ديسمبر 2019 في مانهايم، وما يزال الإعلان حتى اللحظة. لقد كان مكتب المدعي العام الاتحادي في كارلسلو قدم لوائح اتهامية ضد مسؤولي النظام السوري، وتم ذلك بالفعل في قضايا فردية، إذ يتم في مثل هذه الحالات معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. لذلك لا يمكن التهاون، طبعا يتابع البيان، لا يمكن التهاون في الأمر، إذ يعترف المغني الديك علنا وبكل وضوح بتمجيد الأسد والحرب في أغانيه ومقاطع الفيديو والبرامج الحوارية التي يظهر بها. إنه دعاية للأسد ويصفه بأنه زعيم، وإن ظهور هذا المغني بحسب ما يقول البيان في مانهايم إنه صفعة أو لهو صفعة في وجه العديد من اللاجئين الفارين من سوريا الذين اعتقدوا أنهم سيجدون منزلا جديدا وآمنا في مانهايم. هذا كان طبعا البيان الذي أطلقه الحزب الألماني، حزب الخضر أو الحزب الأخضر الألماني. طبعا وسائل الإعلام الألمانية أيضا تفاعلت مع هذه الحملات التي يقوم بها السوريون كما قلنا، على سواء كان على السوشيال ميديا أو عبر قنوات أخرى، حيث قام تلفزيون SWR الألماني بإعداد تقرير شرح فيه من يكون علي الديك. نتابع هذا التقرير. Die Flagge der Freien Syrischen Armee. Für diese syrischen Flüchtlinge und Aktivisten ein Zeichen des Protests. Protest gegen einen ihrer Landsleute, der demnächst in diesem Saal in Mannheim auftreten will. Gegen den Sänger Ali Diek, den sie für einen Handlanger des syrischen Machthabers Assad halten. Es gibt hier in Deutschland ungefähr um die 700.000 Menschen, die sind einfach von Assads Regime geflüchtet sind. Und jetzt darf nicht einfach ein Anhänger, Sänger, der einfach für Assad verherrlicht die ganze Zeit, der ist ein Massenmord, darf man ihn nicht verherrlichen einfach. Wir dürfen nicht vergessen, dass zu der Zeit, wo dieser Ali Diek hier auftritt, in Syrien Menschen umgebracht werden, es Hälfte der Bevölkerung auf der Flucht ist, Tausende von Inhaftierten unter Folter sterben. Ali Diek, ein Popstar in der arabischen Welt, der keinen Hehl aus seiner politischen Überzeugung macht. In Musikvideos zeigt er sich Seite an Seite mit syrischen Soldaten und besingt Bashar al-Assad als angeblich Geliebten von Millionen Syrern.
Ausgerechnet er wird als Topstar eines Galaabends an Silvester in Mannheim präsentiert. Telefonisch erklärt uns der Veranstalter, ein Geschäftsmann aus Heidelberg, man wolle nur eine schöne Party haben. Mit Politik habe man nichts zu tun. طبعاً كما تابعنا أيهم ونور هذا كان تقرير تلفزيون SWR الألماني أو SVR كما يقال باللغة الألمانية تقرير عن علي الديك وعلاقته بالسلطة وعن الحفل المزمع إقامته في يوم 31 من ديسمبر 2019 يعني يوم رأس السنة وهو من يعني صنع كل هذه الضجة والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا هذا التقرير كما شاهدنا يعني هو وغيره من ما يتم الان على مواقع التواصل الاجتماعي يعني اثار ردود فعل كبيره جدا. سنرصد بعض هذه الردود. سابدا من تويتر الذي يعني كتب مغردون كثر عليه. ياسمين مثلا تقول محرم على الشباب والصبايا اللي حشدوا لالغاء حفل علي الديك بالمانيا. معقول يا شباب تروحوا على اليمين الالماني؟ هيك فرصة للاستمتاع بالنتاج الثقافي لنظام الكراجات والمقاصف ولراعي العلمانية والعلمانيين الأول. معقول؟ ياسمين تسخر طبعا بهذه التغريدة على تويتر. في فيسبوك أيضا هناك مجموعة من التعليقات والمنشورات. أبو حمزة مثلا يقول لا للفاسدين والشبيحة في ألمانيا. أيضا تعليق آخر لجبار، تعليق طويل نوعا ما، يقول في السنوات القليلة الماضية بدأ نظام الأسد في استخدام أساليب جديدة من أجل دعم موقفه وكسب الرأي العام الأوروبي، وذلك من خلال خلق نقاط تواصل عن طريق الحفلات والمهرجانات والفعاليات خاصة في ألمانيا. أبطال هذه الحفلات هم أشخاص لهم ارتباط وثيق مع النظام، وكان وما زال له أو لهم دور في تمجيد وتحسين صورة الأسد ونظامه الفاشي الذي نكل وشرد وقتل الملايين من الشعب السوري. من أجل التصدي لهذه الحملات والحفلات المعادية للإنسانية والمنطق، قمنا بإنشاء هذه الدعوة وصفحة خاصة لتكوين منبر قوي يقف ضد كل محاولات المرور والانسياب. طبعا المنشور طويل لجبار، يعني أخذنا أبرز ما جاء في هذا المنشور، يعني يتكلم عن الدعوة والحملات التي كنا تكلمنا عنها على مواقع التواصل الاجتماعي لمنع إقامة هذا الحفل. أخيرا بسام يقول وقفة مرخصة مع مكبر صوت وأغاني معادية للمجرم بشار مثل يلا أرحل يا بشار. طبعا يقترح بسام يعني أن يذهب السوريون في ألمانيا إلى مكان الحفل ويقوموا بإحضار مكبر صوت والهتاف أمام مكان الحفل بهذه الهتافات. طبعا الفيديو الذي شاهدناه قبل قليل من تلفزيون SWR كان مترجما من قبل صفحة ميستو فونديشن، الصفحة اللي ترجمت الفيديو. طبعا الناشط أحمد ميستو هو الذي يدير هذه الصفحة، وكان أحمد نشر هذا الفيديو على صفحته باللغة العربية مترجما للغة الألمانية، شرح فيه عن علي الديك وشرح لهم ما معنى أن يزور علي الديك ألمانيا ويحيي حفلا فيها. نتابع مقتطفات من فيديو أحمد الطويل أيضا الذي نشره على صفحة ميستو فونديشن ونعود. أعزائي الشعب الألماني، أنا بهذا الفيديو سأتحدث باللغة العربية وسأترجم للألمانية، لأن الإرهابي الناتسي المدعو علي الديك لا يتحدث أي لغة غير العربية ولا يجيد حتى قراءة اللغة العربية، فسأضطر للحديث بلغته. بداية، علي الديك هو مؤيد لنظام القتل والإجرام بشار الأسد المسؤول عن مقتل أكثر من مليون سوري وتهجير الملايين. كما تعلمون أعزائي الألمان، هناك مؤيدون لأنظمة القتل والدمار من كل الجنسيات ومن كل الطوائف. فعلى سبيل المثال، هناك مؤيدين منكم أنتم الألمان لنظام القتل بشار الأسد مثل أعضاء حزب الأFD الذين زاروا سوريا قبل عدة أيام فقط ليعبروا عن كرههم الشديد للاجئين السوريين في ألمانيا وحبهم الزائد لنظام القتل الذي يقتلهم وهو نظام بشار الأسد. وهناك أيضا سوريون موجودون في ألمانيا يؤيدوا نظام بشار الأسد إلى هذه اللحظة بالرغم من كل ما سببه النظام للسوريين من قتل وتهجير ودمار وقصف وعنف وإرهاب، مثل الذين استضافوا حفلة هذا المدعو علي الديك. علي الديك، بدي اياك تفهم شغلة وحدة، انه هي الحملات اللي عم نقوم فيها نحن السوريين هون بأوروبا ضدك وضد غيرك مو لأنك انت شغلة عظيمة، وانت وانا بنعرف انه وجودك مربوط بالنظام الحثالي اللي وصلك للمرتبة اللي انت فيها بالواسطة وليس بسبب استحقاقك للشيء اللي انت فيه او استحقاقك لمرتبة تكون مغني. بالنهاية انت وكل ما يسمى بنقابة الفنانين السوريين الهابطين عبارة
عن أبواق، وزوالكم مربوط بزوال النظام السوري، ورح نعلم أولادنا وأحفادنا من بعدنا أنه سوريا كل عمره رح تضل ملك للشعب السوري بكل طوائفه وانتماءاته وآراءه. حافظ الأسد الناتسي السفاح وهتلر سوريا اللي قتلنا وهجرنا وعذبنا وشردنا، وانت كل عمرك كنت عم تطبله، والتاريخ رح يضل كل عمره عم يسجل شو انت عملت وهو عمل وشو صار بالشعب السوري. علي الديك، بدي اياك تفهم انه نحن السوريين صرنا بكل مكان الان، ونحن كلنا إلنا تار معك، لانك انت إلك شراكة وإلك حصة بكل دماء سالت من كل شهيد سوري مات تحت قصف او تعذيب او دمار. هذا كان طبعا كما شاهدنا الفيديو الذي أطلقه أحمد مستو على صفحة مستو فونديشن، والذي شرح فيه وللألمان طبعا باللغة الألمانية، كان مترجم الفيديو، ماذا يعني أن يأتي علي الديك إلى ألمانيا. ولكن هل يمكن لحملة على أفاز أو فيديو على فيسبوك أو حتى التظاهر في الشوارع، هل يمنع ذلك من إقامة حفل خاص لقطاع خاص كالذي سيقام لعلي الديك؟ يجيبنا ربما أحمد مستو نفسه معي من ألمانيا. يسعد مساك أحمد. يسعد مساك أخي، يعطيك العافية. سأبدأ أحمد من السؤال الرئيسي، يعني هل يمكن لفيديو ربما أو هذه الحملات التي تقام على السوشيال ميديا، هل يمكن لها أن تمنع حفل؟ نعم، شكرا جزيلا على السؤال أخي الكريم، ولكن نقطة بسيطة بس. بداية أريد الاعتذار للشعب السوري أجمع على أني عملت فيديو عن هذا المخلوق الذي يسمى علي الديك، لأنه دون المستوى لدرجة فظيعة جدا، وأعتذر وأتمنى أن تقبلوا اعتذاري. بالنسبة لسؤالك أخي، كان في بالفيديو، يعني كنت معصب كثير بالفيديو، نحن أخذنا بعض النقاط إذا لاحظت، يعني ما أخذنا الفيديو كله. نعم، مخلوق غريب جدا هو صراحة، وجتني ملامات من مقربين مني أم من متابعين، لأنه هذا المخلوق لا أعرف كيف يصنف أو يجب أن يصنف، فهي هي المشكلة. فعن جد كنت معصب من أمرين، الأمر الأول أنه وقح جدا بقدومه لهم بعد كل القتل اللي أيده، والأمر الآخر أنه فعلا فعلا إنسان ما في أي عقل، إما على درجة لا يعني لا يتصورها عقل، وهي هي المشكلة الكبرى. طيب أحمد، يعني مشان نكسب الوقت، يعني السؤال الرئيسي اليوم، هل يمكن لهكذا حملات، يعني هل تنفع هكذا حملات؟ يعني ماذا تتوقعون من هذه الحملات؟ طبعا ألمانيا بالأول وبالآخر بلد قانون، يعني لا نستطيع أن نجبر أي أحد على، يعني خصوصا الحكومة وبالقرارات الحكومية مثل هذا الأمر، لا تستطيع إلغاء حفلته إلا الحكومة أو العمدة تبع مدينة مانهايم. كان هناك تصريح لعمدة مانهايم أن هناك أكثر من 1300 رسالة إلكترونية وصلت لإدارة المدينة، يعني تطالب بإلغاء الحفل، هل هذا نعم صحيح؟ أكيد هناك، نعم أكيد هناك تصريحات، يعني وبالنهاية إذا صدر تصريح حقيقي بأنه سيتم إلغاء هذه الحفلة، هذا ما سنأخذه، وسيتم إصدار هذا التصريح عن بلدة مانهايم وعن الموقع الرسمي للمدينة. ولكن مثل ما قلنا، يعني الموضوع كله موضوع بلد قانون، نحن لا نستطيع تجاوز القانون، ولا نستطيع فرض رأينا، ولا حتى الدولة تستطيع فرض أي شيء على إبداء حرية الرأي. فنحن بعثنا بالإيميلات وبعثنا بالعريضات، وبالنهاية القرار للعمدة وللمدينة أو لمجلس المدينة. طيب أحمد، يعني نشوف الموضوع شوي من زاوية أخرى، يعني هناك من يقول بأن هذا الأمر، يعني موضوع الغناء والفنون وإلا ما هنالك، يعني يندرج تحت بند حرية تعبير، حرية فن إلى آخره، يعني كيف تنظر أنت لهذه الفكرة؟ أنا شخصيا سأروي لك ما دار بيني وبين أحد مؤيدين حزب البديل اللي راسلني بالأمس ودارت محادثة بيني وبينه باختصار. يعني بالبداية جاءني بمثل طبعا اللي زار النظام قبل فترة. تماما هذا الحزب بعد ما شاف الفيديو تغيرت آراءه، لأنه كان يعتقد أنه من حرية الإنسان أنه يعني يختلف بالرأي معك، والفن ليس له علاقة بالسياسة. ولكن بعد أن رأى الفيديو صدمني صراحة، أنه مؤيد للأفدي، أنه اقتنع فعلا أنه هذا الإنسان ناتسي أو نازي، وكل من يؤيد النظام هو نازي، وهم في ألمانيا منذ الصغر بكينونة الألماني يعلم الألماني الخوف من شيء اسمه نازي.
فأي حدا يمكن أنه يجيب لهم مبادئ النازية، مبادئ القتل، مبادئ الدكتاتورية أو مبادئ الحرب عندهم خوف منه. أنت مركز على هذا الموضوع أحمد، يعني سبق يمكن صدفناك بحكي ميديا وكنت عم تحكي بنفس هاي الفكرة، يعني كتير بتكون مركز دائما لما بتخاطب الألمان باللغة الألمانية عادة، طبعا اليوم بالعربي كنت عم الفيديو تبعك، بتركز على فكرة هتلر وفكرة النازية. بسبب علي الديك أنا خاطبتهم بالعربي يعني، وأنا ذكرت هذا الشيء ببداية الفيديو أنه بسبب علي الديك، لأنه ما بيفهم يقرأ حتى عربي يعني، مخلوق غريب جدا هذا البشر هذا المخلوق. طيب إيه يعني بنفس الوقت بدك يوصل للألمان فترجمت، حطيت ترجمة من تحت. أكيد أكيد، ما هذا الخيار كان الوحيد لحتى هو يفهم ولحتى يعرف بس شو مكانته بهي الدولة. طيب. بس بالنسبة للنقطة أكيد يعني موضوع النازية موضوع خطر ويجب التركيز عليه ومقارنته دائما بنظام الأسد وبكل من يؤيد نظام الأسد، سواء لاجئين أم مقيمين أم حتى مواطنين هون بألمانيا. يجب أن تعرف الحكومة وحتى المواطنين الآخرين خطورة هؤلاء الناس، لأنهم يؤمنوا بالدماء والقتل والإرهاب. تمام. اللي عم يمارسوا النظام النازي السوري. طيب أحمد سريعا بس لأنه الوقت يعني بدأ يداهمنا، يعني أشرت في الفيديو المنشور على صفحتك وحكينا من شوي طبعا عن حزب البديل AFD اللي زار النظام قبل فترة، برأيك يعني زيارة من هذا النوع من الزيارات يعني كيف يمكن أن ينعكس على وضع اللاجئين في ألمانيا تحديدا السوريين؟ هذا الموضوع أكيد لا يؤثر إلا بالمصوتين لحزب الـAFD، وأكيد طبعا الـAFD يعمل على إرجاع اللاجئين والمتاجرة بقضية اللاجئين حصرا، يعني كيف بإمكانه أنه يرحلون بأسهل الطرق الممكنة، فشيء طبيعي أنه هذا الأمر رح يتم، ولكن بالنهاية الموضوع عند البوندس أمت اللي هو أو البوندستاج يعني البرلمان الألماني وما يقرر. حزب الـAFD عليه بس أنه يعني يظهر جوانبه اليمينية المتطرفة مشان دائما يحظى بدعم أكبر من قبل مؤيدينه ومن قبل الناس اللي عم يدعموه. طبعا فكرة اليمين المتطرف التي راجت يعني ربما في الفترة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة بعد قدوم اللاجئين بشكل كبير إلى أوروبا. بدي أتشكرك كثير اليوتيوبر السوري وأيضا مؤسس صفحة ميستو فونديشن أحمد ميستو، كنت معي من ألمانيا، شكرا كثير لك. تحياتي تحياتي. سأنتقل فيما تبقى من الوقت إلى المحامية نهلة عثمان، أيضا هي معي من ألمانيا تحديدا من فرانكفورت. يسعد مساكي أستاذة نهلة. أهلين، أهلا وسهلا أستاذة. من وجهة نظر قانونية، يعني إذا نظرنا إلى الموضوع من وجهة نظر قانونية، هل يمكن إلغاء حفل كحفل علي الديك؟ هو قانونيا طبعا نحن عندنا الحرية بألمانيا نعطي كلمتنا نجتمع، ولكن إذا في خطر وهذا هو موجود، إذا نحن عم نغني لبشار الأسد أو لحزب الله، أنا كتبت رسالة وخليت الجميع السوري يكتب هاي الرسالة للبلد في مانهايم، أن يشوفوا لما يجتمعوا أهل النظام ممكن يشيلوا العلم من بشار الأسد، ممكن يشيلوا علم حزب الله وهذا في خطر. إذا قانونياً البلد بتشوف أنه هون في خطر ممكن يلغوها. الحلو أن نحن لما عملنا هاي الحملة الحزب الأخضر كمان أنا بعثه لجاهد حتى كمان أخذ رسالتنا، وأضع الحزب نفسه كمان بعث للبلدية مانهايم، واللي هلا سمعناه أنه اللي دعا لعلي الديك بده يلغي الحفلة، يعني هلا بده يطلع أنه قانونياً كيف بده يطلع من هذا العقد. وهي شغلة طبعاً إلنا كثير كويس، لأنه هي إشارة لكل أهل النظام أنه نحن لما هون نحن بألمانيا وبيجي حدا مو بس بيغني، لا بأيد، بيقول أنا نحن رجال الأسد ونحن ما بعرف إيش، أنا أغني كله ما بعرفهم، نحن لازم نفرجيهم إشارة أنه أنتم ممنوع تغنوهم بألمانيا. جاء أستاذ نهلة في بيان الحزب الخضر اللي تناولناه قبل قليل بأن المدعي العام في كارلسرو يعني كان هناك أطلق لوائح اتهامية ضد مسؤولين في النظام السوري، ألا يساعد ذلك يعني في بناء ربما قضية يعني إن صح التعبير حيال هذا الحفل؟ طبعاً، ونحن كتبنا هذا الشيء كمان بالرسالة وحكينا أنه النظام قتل أكثر من 1,000,000 شخص، ولهلا 1,000,000 شخص مفقودين أو بالسجون، ولما هو عم بيغني وعم بيقول أنا من النظام، طبعاً هو لازم يكون واحد منه وعم بيأيد هذا الشيء وبيأيد حزب الله. حزب الله بألمانيا ممنوعة، هذا طبعاً أكيد بيساعد.
طيب أستاذ نالا، يعني سريعا شاهدنا يعني تفاعل سواء من وسائل إعلام ألمانية أو من جهات يعني أخرى، يعني جهات اعتبارية أيضا مثل الحزب الأخضر، يعني هل يعني نعتبر هذا البيان بيان حزب الأخضر يعني هو مجرد بيان سياسي يطلقه حزب من الأحزاب موجودة في هذه الدولة، أم أنه ممكن فعلا يكون في له صدى على أرض الواقع؟ لا لا، الحمد لله مثل ما قلت لك له صدى، وحتى اللي دعاه لعلي الديك هلا عم يحكي انه هو بده يطلع من هذا العقد معه وممكن يلتغي، ما يجي علي الديك يجي حدا ثاني. هذا معناته انه نحن فعلا حسنا ناثر فيه، حسنا نجمع صوتنا حتى لو بس في السوشيال ميديا. الشباب بمنهاي ما قصروا، حكوا فورا مع الصحافه، رحنا وقفنا هنيك وعطيناهم انترفيو، وبكره راح يكتبوا بالبيت وغير جرايد عم يحكوا معنا. هو مو شغله علي الديك، الشغلة أنه النظام مجرم قاتل، وعنا بألمانيا طبعاً في ديمقراطية وفي الحرية لواحد يعبر عن رأيه، ولكن إذا في قتل وفي مثل اللي عم يعملوا بشار الناتسي هلا بيحكي مثل كلمة أحمد، هون بألمانيا ما له محل. أنا بدي أتشكر كثير الأستاذة نهلة عثمان، كنت معي من فرانكفورت ألمانيا، شكراً كثير لحضورك معنا. ايضا بدي اتشكر احمد مستو، كان معي ايضا من المانيا، مؤسس صفحه مستو فاونديشن، وايضا الشكر لكم مشاهدينا لحسن الاصغاء. غدا يتجدد اللقاء معكم بحكي ميديا جديد، نتابع ما تبقى من فقرات لم يشمل مع نور وايهم. احنا كمان بنشكرك عابد، شكرا عابد. مشاهدينا شوط اضافي بعد الفاصل.